بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 74 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. حياكم الله، بارك فيك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الأخوة، يقول: ما هو الصبر وما هي أنواع الصبر وكيف يتصبر المسلم في حال الرزايا والنكبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصبر مقامه عظيم، ولهذا ورد ذكره في القرآن في أكثر من 70 موضع. قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا دين له. فالصبر أمره عظيم، ولهذا تكرر في القرآن وأخبر الله جل وعلا أنه مع الصابرين معية خاصة. الصبر هو حبس النفس، الصبر في اللغة هو الحبس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي اجلس معهم، اجلس مع هؤلاء، وصبر نفسك على الجلوس معهم واحبسها معهم. وهو في الشرع كف اللسان عن التشكي، وكف اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب، وكف اللسان أيضا عن دعوة الجاهلية. هذا هو الصبر. والصبر يكون عند المصائب وعلى المشاق، يكون عند المصائب. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويكون على مشاق العبادات من قيام الليل وصيام النهار والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر يستعان به على المشاق مع الصلاة، قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم. نتواصل معكم ومع المستمعين الكرام. وهذا سائل آخر حفظكم الله، محمد من الرياض، يسأل يقول: هل يجوز أن يعطى لمدرسي المراكز العلمية ومدارس الدين تقاعدا من أموال الصدقة والزكاة؟ الزكاة لا، أما التبرعات التي ليست بزكاة فلا بأس. كذلك الصدقات المعينة للفقراء تصرف فيما عينت له، أما الصدقات المطلقة، تبرعات المطلقة، فلا بأس أن يعطى منها العاملون في هذه المراكز أو هذه الجمعيات. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل أبو بكر من الرياض يقول: هل تثبت الأسماء والصفات والعقائد بأثار الصحابة؟ الأسماء والصفات والعقائد تثبت بالكتاب والسنة، بالقرآن، بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية. فما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات فإننا نثبته. وأما الصحابة والتابعون فهم إنما يبنون عقيدتهم على الكتاب والسنة، هم متبعون، تبعون للكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته وفي غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول: كيف يكون الجمع بين حديث أفضل الصيام صيام داود وحديث النهي عن صيام يومي الجمعة والسبت منفردين تطوعا جزاكم الله خيرا؟ نعم، صيام داود صيام يوم وإفطار يوم، إذا استمر على ذلك وافق الجمعة ووافق السبت يصوم، لأنه لم يقصد إفراد الجمعة ولا إفراد السبت، وإنما يقصد مواصلة صيام داود عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب، هل أكل البطيخ مع الرطب
مرتبطة بالسنة؟ لا أعرفها، ما أدري، كلاهما طيب، وأما أنه جمع بينهما سنة الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة أم محمد من الرياض تقول: حفظكم الله، بالنسبة للمرأة التي تتوب ثم ترجع عن توبتها وهكذا في حياتها، تسأل ما حكم ذلك وما هي شروط التوبة؟ نعم، المسلم يجب عليه أن يتوب، كل ما أذنب تاب، ولو تكرر منه الوقوع في الذنب فإنه لا ييأس من رحمة الله، بل يتوب، كل ما أذنب تاب. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، فيكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله ويقول تبت وتبت ثم رجعت ولا توبة لي، أو أحد من الجهال يؤثر عليه بذلك، يتوب إلى الله عز وجل ويكرر التوبة صدق عزيمة. وشروط التوبة ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه، يعني ترك الذنب نهائيا. ثانيا العزم أن لا يعود إليه. ثالثا الندم على ما حصل منه. إذا توافرت هذه الشروط قد صحت التوبة. ويضاف شرط رابع: إذا كانت التوبة في مظلمة مخلوق فلا بد من رد المظلمة إليه وطلب مسامحته. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أيضا تسأل تقول: ما حكم التشبه المرأة الرجال، وما صحة حديث لعن الله المرأة تلبس نعل الرجل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، والحديث حديث صحيح. فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالآخر، لا في لباسه ولا في غيره. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سؤال آخر حفظكم الله. هذا السائل يقول: ما صحة قول لا تعبد الله حتى يعطيك، لكن اعبده حتى يرضى، فإن رضي أدهشك من العطاء وأجزل عليك العطاء؟ هذا من كلام الصوفية، يقولون لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه، وهذا معتقد فاسد. الله جل وعلا يعبد لطلب رضاه ومغفرته، ويعبد خوفا منه، ويعبد رجاء لثوابه، فلا بد من هذه الأمور، ويعبد لمحبته سبحانه وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، عليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، وما داره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان، كما يقول ابن القيم رحمه الله في النونية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز للرجل أن يترك بلده ويرحل في طلب العلم إذا كان في بلده علماء أفاضل ولكنه يبحث عن الأفضل؟ نعم، يأخذ من علماء بلده ثم يذهب إلى العلماء الآخرين للتزود من العلم، لأنه قد يكون عند العلماء الآخرين ما ليس عند علماء بلده، فهذا شيء طيب. والله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان العلماء السابقون والأئمة الكبار كانوا يرحلون الرحلات الطويلة في طلب العلم إلى العلماء في المشرق والمغرب، لا يقتصرون على بلد واحد. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم صلاة الجنازة على من قتل نفسه؟ يصلى عليه، لا يترك بلا صلاة لأنه مسلم، ولكن لا يصلي عليه ذو الفضل، باب الردع لأمثاله، باب الردع لأمثاله، لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا ذو الفضل، باب الردع له، لا من باب أنه لا يصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول: هل ورد في السنة أن الجليل من أسماء الله الحسنى، وهل في تسمية المسلم عبد الجليل من حرج؟ لا حرج في ذلك، والله هو الجليل ذو الجلال والإكرام. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر حفظكم الله يقول: ما حكم رقية البيت والسيارة والمكتب؟ لا أصل لهذا، الرقية للمريض المصاب من الآدميين، هذا الذي ورد به الدليل. وأما البيت والسيارة والمال، هذا يورد يذكره في ورده في أول النهار وفي آخر النهار مع نفسه، يورد على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله وعلى بيته وأهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: كيف ترد المظالم لأهلها، حيث أن هناك امرأة سرقت مبلغ قبل حوالي 15 سنة، فهل تعيد نفس المبلغ إلى صاحبه أو صاحبته براءة لذمتها؟ يجب عليها ذلك، إذا كانت تعرف صاحب المال الذي سرقته فإنه يجب عليها أن ترده إليه وتطلب المسامحة منه مهما أمكن ذلك. فإذا كانت
كانت لا تعرف صاحب المال ولا تقدر على إيصاله إليه، إنها تتصدق بهذا المال على نية أن أجره لصاحبه. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول بارك الله فيكم، يسأل عن حكم الرشوة، وهل حكمها كبير وهل هي من الكبائر؟ الرشوة من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن عليها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، والرائش هو الذي يسعى بينهما. لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرشوة سحت وحرام وخبيثة، وهي مفسدة للمجتمع، مضيعة للحقوق، مجرئة للظلمة والفساق، مهينة لأصحاب الحقوق. ما فشت الرشوة في مجتمع إلا فسد هذا المجتمع وتعطلت مصالحه، وذل أهل الخير واعتز فيه أهل الشر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: كيف يستبرئ المسلم المال الذي يصله حيث أن فيه شبهة؟ إذا كان يتورع منه يتركه. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول: هل يصرف في وجوه الخير؟ إذا كنت تعرف صاحبه تتركه لها وتعطيه إياه، إذا كنت لا تعرفه فإنك تتصدق به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم التبرك وما أقسامه؟ تبرك بأسماء الله وصفاته هذا مشروع. تبارك اسم ربك الجلال والإكرام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الله أحسن الخالقين. تبرك بأسماء الله وصفاته هذا مشروع. أما التبرك بالمخلوقين، الأشجار والأحجار والأشخاص، هذا لا يجوز، لأنه طلب للبركة من غير الله. التبرك هو طلب البركة، بركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن الغش في الاختبارات، وهل هو المنهي عنه كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الغش في الاختبارات لا يجوز، الغش لا يجوز في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش ليس من صفات المسلمين في كل شيء. الواجب النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والغش في الامتحانات من باب أولى، لأن طلب العلم لا يجوز الغش فيه، وطالب العلم هو أولى الناس بالنزاهة والبعد عن الغش والكذب والخديعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مصري مقيم في المملكة يقول: ما تفسير قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء هو تأخير الأشهر الحرم عن أوقاتها، يؤخرونها بالجاهلية، كانوا يؤخرونها بالجاهلية. الأشهر الأربعة التي حرم الله القتال فيها، وهي ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب، ثلاثة سرد وواحد أرد، هذه الأشهر الحرم. هم كانوا يغيرونها عن هذه الأشهر ويؤجلونها، وهذا كفر، لأنه تغيير لشرع الله سبحانه وتعالى. فهم كفار في الأصل، وزادوا على ذلك بأنهم تصرفوا في تشريع الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يكون قبل الشيء، وأما الركن فيكون داخل الشيء، مثل أركان الصلاة داخل الصلاة، وأما الشروط فهي قبل الصلاة، الوضوء، إزالة النجاسة، ستر العورة، فهي قبل الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. هذا صلاح من الرياض يقول: هل ينفع قول لا إله إلا الله إذا لم يصلي ولم يصوم الفرض، وهل يكون مسلما، وهل العمل من شرط الكمال أم من شرط الصحة؟ العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، ليس هناك إيمان بدون عمل، لأن الإيمان كما عرفه السلف وأتباع السلف والأئمة لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الذي لا يصلي هذا كافر، إذا تعمد ترك الصلاة فإنه كافر، ومن ترك العمل نهائيا وهو يقدر عليه ولم يعمل طول حياته فهو كافر، لأن الإيمان لا يصح إلا بأركانه وحقيقته: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فمن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمؤمن، من آمن بلسانه ولم يعتقد بقلبه فليس بمؤمن، هذا منافق. والذي يؤمن بقلبه ولا ينطق بلسانه هذه طريقة المشركين: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والذي يصدق ينطق بلسانه ويصدق بقلبه لكنه لا يعمل هذا ليس بمؤمن، لأن الإيمان مكون من هذه الأمور الثلاثة، إذا فقد واحد منها من غير عذر فإنه لا يكون مؤمنا. فالأعمال ليست شرط الإيمان أو مكملة للإيمان،
الإيمان، هذا قول المرجئة، إنما الأعمال من حقيقة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز قراءة القرآن سرا مع الإمام في صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ بارك الله فيكم. إذا كان لا يشوش على الإمام ولا من خلفه هذا شيء طيب. نعم. يسأل سؤال آخر يقول: هل ممكن الدعاء في السجدة باللغة غير العربية؟ الذي يحسن العربية لا يجوز له ذلك، أما الذي لا يحسن العربية فيدعو بلغته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الإنسان يقول كلمة لا يلقي لها بال تهوي به إلى جهنم 70 درجة؟ خريفا. نعم، الحديث صحيح أن الإنسان يحفظ لسانه عن الكلام القبيح، كلام السيء، ربما يقول كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة. فالذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال الله لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك. كلمة قالوها، وقالوا إن قلناها ما هو عن قصد، وإنما حديث الراكب نقطع بها عن الطريق. الرسول لم يقبل عذرهم ولا يزيد على أنه يتلو عليهم هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك. رجل من بني إسرائيل قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله جل وعلا يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يتوب، يحب التوبة من عباده. الله أشد فرحا بتوبة أحدكم كفرحه براحلته إذا فقدها في فلات عليها طعامه وشرابه، واستسلم للموت إذا هو بالناقة واقفة عليه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا من هذا براحلته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.